لما كان الشباب هم عماد النهضة ووقود التنمية، وبما أن العصر الذي نعيشه والتغيرات التي تعصف بالمنطقة من حولنا فرضت علينا هذه الأونة توجيه أفكار الشباب ووضع آليات عربية موحدة لتوجيه طاقتهم المتدفقة من خلال وضع سياسة عربية شبابية مشتركة تتسم بالشمول والتكامل. لله الحمد، اليوم طلعنا بتوصيات مبنية على روح التنمية والتعاون ما بين الشباب العربي، ومن أهمها تحديث السياسة الدولية أو العربية للشباب لتليق بطموحات وأحلام الشباب العربي، وبالتوازي كذلك العمل على إعداد خطة إعلامية متكاملة لمواجهة التطرف في جميع أنواعه إن شاء الله. الملتقى بجميع محاوره ركز على العمل التطوعي بوصفه ركيزة أساسية في حياة الشباب العربي حتى يكونوا دروعا وطنية قوية تواجه التطرف. واليوم التركيز على التطوع، ودائما يعني تقول الحكمة الأمور السلبية إذا الإنسان بدأ يركز عليها يعزز وجودها. لذلك التطرف أمانة هي مشكلة موجودة عربية، نحن حاولنا أن قدر المستطاع أن نعالجها عن طريق أمر إيجابي مخالف لها بتاتا وهو التطوع. أمر في غاية الأهمية هو تشجيع الشباب على المشاركة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفتح العديد من القنوات أمامهم لإبداء الرأي والاستماع لهم للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم وطموحاتهم. ملتقى صراحة كان متميز، شاركنا فيه وفودنا من الدول العربية المختلفة وشفنا تجاربهم وأفكارهم في التطوع. نعزز روح الفريق الشباب العربي في إقامة المبادرات، الاستفادة من الخبرات المختلفة في مناطق مختلفة في الوطن العربي. سيبقى الشباب العربي هو حصن الوطن الحصين وحزام أمنه وأمانه في مواجهة فكر الغلو والتطرف الهدام. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.